الله على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. الكل يتطلع لهذه المواجهة المرتقبة بين فريقين كبيرين. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. أوديغارد، ساكا يستقبلها في وضعية جيدة. إمكانية مرتدة الآن، يحاول أن يلعب كرة بينية. الفكرة كانت جيدة لكن التنفيذ كان سيء للأمانة. يستعيد الكرة بشكل سريع. تعادل بدون أهداف مستمر. إنزو ليفي، لورينزو بيليغريني صانع اللعب الإيطالي، موهبة كبيرة ظهرت منذ السن صغير وعرف كيف. هذه فرصة جول، كان قريب هنا. وايت، ساكا، بارتي، هافرز يستقبل كرة في وضعية ممتازة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. تصدي غير عادي من حارس المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. في الوقت المناسب يتدخل. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. بيليغريني، لمسة على اليسار. إنزو ليفي، مرت الكرة بشكل دوفبيك، الكرة إلى خارج المرمى. لعبت جيدا لكن الاعتراض كان رائع. يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. تعادل سلبي في شوط المباراة، إنه لا يتأخر كثيرا في شوط المباراة الثاني. عودة إلى شوط من المتعة المنتظرة. مباراة مغلقة من الطرفين كثير، والارتقاء الآن كان لابد من التشتيت. بيليغريني، يا عيني، يا سلام على الرشاقة. كرة بعيدة عن المرمى. ساكا، أوديغارد، مارتي، يفضل العودة بالكرة. مارتينيلي، رايس، عدت الكرة. الإمكانية الآن، ما زلنا هنا في انتظار الهدف الأول. بيليغريني، The attendance for this match was 71,898. لم يتبقى الكثير في المباراة ولا نزال في انتظار الهدف. بيليغريني عازم على اختراق الخط الدفاعي بهذه المحاولة، ربما فشل في هذه المرة لكن من يدري، ربما ينجح في المرة القادمة. ثقة كبيرة لتحدي خط الدفاع بهذه الطريقة الجريئة. ربما كان أنانيا بعض الشيء لكن أحيانا أيضا الحل الفردي يصنع الفارق. جابرييل مارتينيلي يصوب كرة،
جدا بالنظر لأطوال اللاعب هافرز، بإمكانه إبعاد الكرة. دوفبيك، الكرة ملعوبة من مسافة. وايت، وايت ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ ساكا، دوفبيك، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. نشوف الآن تحول هجومي سريع. الله، خطيرة على المرمى. يا سلام على كورة في الشباك، يا سلام على حضور رائع جدا. يا لها من دقة غير عادية في تسديد الكورة. يملك مهارات كبيرة بالكرة، مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم، هذه اللي حبب. والآن حان وقت التوقف الأول مع إجراء تغيير. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. مرت الكرة، إنزو ليفي، مباراة مثيرة في لحظاتها الأخيرة، بحث مستمر عن التعادل. أعتقد هنا يجب على المدرب أن يدفع بكل أوراقه في اللحظات الأخيرة. هل تكون هذه هي فرصة التعادل؟ لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. رايس، هافرز، أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم، تسلل موجود. There will be 3 minutes at a time. في مكان رائع. أوديغارد، بارتي، رايس، قراءة ممتازة وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. في النهاية هدف واحد قام بالمهمة هنا، وخسر الفريق اللقاء بعد فشله في التسجيل. لابد أن يكون هناك أداء هجومي أفضل في المواعيد القادمة. يا إلهي، يا الله على هذه المباراة.